ولكن هيقول البريوريتي نظري كده الأولوية، ده من أهم الحاجات اللي موجودة في السي اس اس. حلو، لكن أنا مش عايز أشرحها في آخر اليوم، لأن أنا عايز يوم من الأول كده، تمام؟ بس خدها دلوقتي إيه يعني، حاجة على السريع كده بسيطة يعني. طيب إيه الأولوية دي؟ يعني وليكن مثلا أنا عندي هنا مين؟ باراجراف. الباراجراف ده عادله إيه الكلام، صح؟ يعني ركز معايا، مش معنى ان اقول لك ان احنا شرحه تاني يبقى خلاص يعني اعرفه بالظبط يعني. باراجراف، وعندي هنا مين؟ باراجراف تاني اهو، صح؟ انا لو ناديت على الباراجرافات دي ممكن انادي عليها ازاي؟ اقول له هنا مين؟ في، صح؟ صح ولا لا؟ ممكن انادي عليها انه اسم التاج. طيب ممكن وليكن خلينا في الباراجراف بس واحد بس كده، ايه؟ ممكن انادي على الباراجراف ده باسم ايه؟ التاج. لو انا قلت له باك جراوند كولر، باك جراوند كولر اللون بتاعي جرين، حلو كده؟ الت شيفت اف، لما اجي افتح عليه يحصل الباك جراوند بتاعتي ايه؟ جرين. لو بعدها بشويه رحت قلت له باراجراف الكولر بتاعي وايت، اللون بتاعي كذا كذا، هنا كده الباك جراوند كتبت له كذا، وهنا قلت له الكولر بتاعك مين؟ وايت. يطبق ايه؟ هيطبق ده وده، لان ده لون وده باك جراوند، مفيش حاجه، فهيطبق الاثنين، هياخد اللي هنا وياخد اللي هنا ويشتغل، صح؟ طيب في حاجه تانية اسمها بوردر، حاجه اسمها بوردر، عارفه دلوقتي مالكش دعوه بيها. بوردر يعني يديك اطار خارجي كده، مالكش دعوه بيها خالص، مش هشرحها دلوقتي. اطار خارجي بس لونه اصفر، اطار خارجي بس لونه اصفر كده يعني. اه شايفين الاطار اللي بره ده، مالكش دعوه بيه، انا ما هشرح لسه البوردر ده، بس عشان نشوف بس خصائصه. طيب اهو حلو، لو انا دلوقتي جيت هنا قلت له ايه الباك جراوند، قال له هنا ايه جرين، بعدها بشويه قلت له الكالر ابيض، هل في تعارض بين الاثنين؟ يعني ده خاصيه وده ايه خاصيه ثانيه. طب لو تخيل كده رحت قلت له باك جراوند ايه كالر، وخليت الباك جراوند الكالر جرين، هنا دلوقتي الباك جراوند هنا جرين، وبعدها بشويه قلت له الباك جراوند ايه، ما تقوليش ان هو يطبق الاثنين، الاثنين مش او الخصائص مختلف، الخصائص دلوقتي شبه بعض يعني، انت وقت هيظهر لونه ابيض ولا لونه اسود؟ ما هو هيظهر حاجه واحده بس، صح ولا لا؟ فكده يظهر ايه اللون هو بقى؟ الجرين ولا الجري؟ طب ليه الجري؟ عشان هي اخر حاجه اتكتبت، صح؟ طب بعدها بشويه رحت قلت له الباك جراوند البي اهو، رحت قلت له الباك جراوند كلر، قلت له ريد، ياخد ايه دلوقتي؟ حد عنده شكل ولا ايه؟ ده كده مظبوطه، صح؟ طيب طيب تخيل كده، تخيل كده بقى، تخيل معايا ادي الباك جراوند اهي، فهو ياخد الباك جراوند دي خلاص اهو. تخيل انا عندي البراف اهو، ناديت عليه بالكلاس، ناديت عليه ايه؟ رحت قلت له الكلاس ده اسمه مين؟ ماي بي، ورحت قلت له هنا البي اللون الباك جراوند بتاعتك كذا، ورحت قلت له هنا دوت ماي بي دوت مين؟ رحت قلت له الباك جراوند كلر، او خلينا في الكلر الاول عشان ما فيش تعارض اهو، الكلر ريد كده يعمل ايه؟ هيطبق الاثنين ولا واحد بس؟ الاثنين اللي ما فيش تعارض، ده خلفيه وده ايه؟ حد عنده شكل ولا ايه؟ فطبق الباك جراوند ولا طبق ايه؟ خلفيه. تخيل في الكلاس ده رحت قلت له ايه؟ الباك جراوند كلر، وخلينا اللون بقى بتاعنا مثلا بلو. هنا دلوقتي بالنسبه للباك جراوند هيطبق دي ولا هيطبق دي؟ هيطبق البلو ولا الجرين؟ يا شباب الجرين ولا البلو؟ الجرين، الجرين دي تعالى كده هيطبق مين؟ البلو، اللي هو عشان اتذكر تحت، اقول لك لا مش عشان اتذكر تحت، عشان تعالى لو حطيت ده هنا كده الت شيفت اف كده البلو فين؟ والجرين هيطبق برضو البلو، ليه بقى؟ التخصص مطلوب اه هنا كده حضرتنا، هنا لما يكون انا مخصص الحاجه طبق، يعني مثلا ممكن يبقى عندي 50 باراجراف، يعني مثلا بص 50 باراجراف بس انا مخصص حاجه معينه، يعني مخصص حاجه، ده انا منادي على واحد بالكلاس بتاعه، منادي على واحد بايه؟ بالكلاس، فالكلاس ان انت خصصت كلاس اقوى، يعني تطلع بالموضوع ده ان هنا الكلاس اقوى من مين؟ من الاسم التاجر، او نقول التاجر التاج، يبقى الكلاس اقوى ولا التاجر؟ الكلاس. بس امتى في الكلام ده؟ لما يكون الخصائص متكرره، يعني مش معنى ان الكلر ما
هيتطبق عادي، فاهم قصدي؟ انا بتكلم لما تكون الخصائص ايه؟ متشابهه، لما تكون خصائص متشابهه، يعني باك جراوند وباك جراوند. لسه هنشوف الاي دي اهو. طب صلي على رسول الله، كده كده بندعي عليه بيها في الكلاس. ايه رايك لو عملت كده؟ دوت ماي بي، وقت قلت له باك جراوند كلر اللون بتاعي اللي هو الجرين، كده يطبق البلو ولا الجرين. ده كلاس وده كلاس، ليه بقى؟ عشان ده كلاس وده كلاس يطبق الاخر واحد ايه؟ اخر واحد شغالين ايه؟ حد انا مش فاكر كده ولا ايه؟ طيب تعالى بقى، مش ممكن الباراجراف ده انادي عليه بالاي دي وليكن الاي دي اسمه ماي اي دي، سميته ايه؟ ماي اي دي. لما انادي عليه ازاي انادي عليه؟ هاش. تعالى انادي عليه فوق حتى، ومش لازم في الاول، اقول له هاش ماي اي دي، والمره دي اقول له الباك جراوند كلر اللون المره دي ريد، او خلينا بلاش ريد، خلينا اللون جري. كده يطبق الجري ولا البلو ولا الجري؟ يا شباب الجري. ليه بقى؟ لان التخصيص اي دي ما ينفعش يتكرر في الصفحه مره غير مره واحده، ده تخصيص اكتر. انا هنا اقول يا محمد ممكن يبقى ثلاثه محمد، اللي كله 10 هو واحد بس، التخصيص اقوى. فهنا الاي دي ولا الكلاس؟ فيطبق اللون اللي هو مين؟ الجري. فهنا نقدر نطلع ان ايه؟ الاي دي اقوى، وبعد الاي دي الكلاس، وبعد الكلاس حد نشوفه في كده؟ يا شباب موضوع صعب ولا ايه؟ طيب ده خلاص، يبقى احنا مش هنشرح نظري، هو ده عملي اهو خلاص. انا افتكرتكم نايمين اخر اليوم. طيب صلى على رسول الله، ده كلاس وده اي دي. تخيل كده، مش ممكن اكتب هنا خصائص ستايل؟ تخيل لو انا بقى قلت له باك جراوند كلر ورحت قلت له يلو، يطبق بقى اللي في نفس التاجه ولا يطبق الاي دي ولا يطبق الكلاس؟ انت جيت فوق راسه وقلت له انت لونك ايه؟ اصفر. نقول له اخو بقى، الله ينور عليكم ما شاء الله. ايه ده؟ عباقرة عباقرة عباقرة. يبقى هنا اللاين، يبقى اول بريوريتي اقويه مين؟ اللاين. بعد اللاين اي دي، بعد الاي دي كلاس، بعد الكلاس حد انا مش فاكر. تمام، هي هنا حته صفحه بره دي يا شباب، حته صفحه بره دي ده تنظيم للكود بس مش اكتر. زي كده. خلي بالك، ده انا ممكن يبقى عندي ملف بره برضه. بص اهو لينك، لا مش هضعف ولا حاجه. لا لا لا، مين قال كده؟ لا 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 لا، في اللاين. ايوه اللاين اقوى، احنا بنقول على ملف خارجي. بص يا رجاله صلى على رسول الله، عشان ما نلخبطش الناس بس. بص صلى على رسول الله، انا خدت الكلام ده وحطيته في ملف ايه؟ فين الملف الخارجي؟ عشان بس مش هلخبط الناس. الكلام ده مكتوب فين؟ مكتوب هنا اي دي، وبعد كده كلاس، وبعد كده ايه؟ تعال نربط الملف بتاعنا، ربطت الملف بتاعنا صح؟ حلو كده؟ تعال امسح اللاين، عشان اللاين ده اقوى حاجه. المشكله ان اللاين ان هو اقوى حاجه، فامسح مين؟ اللاين. دلوقتي شايفين ان انا منادي بالاي دي وبالكلاس وبالكلاس، يطبق الجري ولا البلو ولا الجرين؟ يا شباب الجري. انا رابط فين؟ هنا اهو صح، يطبق الجري. انتوا زي ما انتوا قلتوا راح يطبق ايه؟ حد انا مش فاكر في كده. طيب لو انا جيت هنا فتحت تاج تحت اللينك اسمه ستايل، تحت ايه اللينك انت فتحت تاج اسمه مين؟ ستايل. وقعدت قلت له اي دي اسمه ماي بي، عشان مسميه ماي بي، وقلت له بقى الباك جراوند كلر يلو، يطبق ان هو يطبق ايه؟ يطبق اليلو ولا يطبق اللي هناك ده؟ انا مسميه ماي اي دي، انا اسف. يطبق اليلو ولا يطبق اللي هناك؟ اليلو. ليه؟ عشان انت كتبته تحت اللينك فيطبق اليلو. تخيل كده، بص السطر الكود ده كده، بص السماء حطيته فوق اللينك، يطبق اليلو ولا الجري؟ الجري. ليه؟ لان الكود بتاعك اللي هو مكتوب، اللي مكتوب بتاعك اهو. انت عارف يعني ايه ملف خارجي؟ يعني حضرتك اللينك ده اكن الكود اللي مكتوب ده هنا كده كعمليه تنظيميه، خدته في ملف خارجي، بس هو المفروض ان هو كان هنا، كان المفروض كان هنا كده، بص اكنه كان هنا بالظبط، بس عشان عمليه تنظيميه رحت خدته حطيته في ملف ايه؟
خارجي بس، مفيش حاجه اسمها، اصل في ناس تقول لك الملف اللي بره اقل بيوريتي، لا الملف اللي بره ما هو موجود منظم بس، تمام. يبقى اقوى حاجه ايه؟ اللاين، بعد اللاين اي دي، بعد الاي دي بعد الكلاس. حد كده في مشاكل؟ طيب صلى على الله، نعمل ديمو لوحده خالص، ها نجرب انتوا فهمتوا ولا لا. ديمو 10 دوت اتش تي ام ال، اللي فهم بقى يجاوب عليا السؤالين الثلاث اسئله اللي انا هجاوب دول. انا عندي هنا ديفايا، ديفايا دي اتفقنا خلاص ان او خلينا باراجراف، ازاي الباراجراف عادي ما فيش اي حاجه يعني باراجراف حلو اهو. لو انا جيت هنا كده الباراجراف ده، جيت هنا كده وقلت له ايه ستايل ونيت عليه، قلت له بي الباك جراوند كلر اللون بتاعي اهو اللون ده، طب خلينا بلو كده يطبق البلو صح. لو انا حطيته هنا اي كلاس سميته بوكس، واخد كلاس اسمه مين؟ ازاي نادي عليه؟ دوت بوكس، قلت له الباك جراوند كلر اللون اليلو، كده يطبق مين؟ اليلو صح؟ طبق اليلو تمام؟ طيب لو انت جيت هنا كده عايز دي اللي تتطبق، حتى لو انت منادي عليها بالكلاس ولا منادي عليها بالاي دي ولا منادي عليها حاجه، انت عايز دي اللي تتطبق، هو المفروض اللي اقوى مين؟ الكلاس. طب لو انا منادي عليه في الهيد في نفس السطر قلت له باك جراوند كلر، نقول اقوى بقى، قلت له هنا جراي، يطبق الجراي ولا اليولو؟ اه عشان اللاين ايه؟ انا عايز دي اللي تطبق مهما كان. قال لك في بروبرتي جميله جدا جنب البروبرتي، في كلمه بتتكتب جنب البروبرتي علامه تعجب وكلمه امبورتنت. امبورتنت يعني كبر دماغك من اي حاجه، ده ايه؟ ده اهم حاجه. يطبق بقى دلوقتي الامبورتنت ده ولا ده ولا ده، مين الامبورتنت بالنسبه لي؟ مين اقوى دلوقتي؟ البلو صح كده، طبق مين؟ طب اسال السؤال بعد اذنكم، وانا قلت له هنا كده جنب اليلو كده برضو امبورتنت، يطبق اليلو ولا البلو؟ ليه بقى؟ عشان الامبورتنت وامبورتنت ضربوا بعض وموتوا بعض خلاص، بقى مساوم بعض. نخش على الاولويه الثانيه، الاي دي والكلاس ولا التاج؟ فيطبق مين؟ طب لو انا جيت هنا عملت ايه؟ اي دي، عملت هنا ايه؟ والاي دي اسمه اكس، انادي على اي دي اسمه اكس ازاي؟ هاش مين؟ وقلت له مين؟ باك جراوند كلر اللون الجرين، يطبق مين دلوقتي؟ اليلو برضه، بس لو انا كتبت امبورتنت ليه بقى؟ لان الاي دي ايه؟ الاكسكاد اه الاكسكاد الله ينور عليك، فكده الجرين يطبق ايه؟ اقوى حاجه. طب لو عملت هنا امبورتنت يعمل ايه؟ يعمل ايه يا شباب؟ ليه بقى؟ ده اللاين اقوى حاجه، دي ما قدرتهاش غير ربنا خلاص بقى، محدش يقدر يغيرها. ليه؟ اه دول ستايل امبورتنت، مهما تكتب امبورتنت في الاي دي ده دي خلاص، لازم عشان تغيرها لازم تروح جواها وتغير انت بقى اللون. بص هو الاي دي اقوى، اه ما انا دي اللي جربتها، اه ما عملتش امبورتنت وعملت في الاي دي امبورتنت، ما ده اللي جربته، يطبق مين؟ ما هو دي اللي عملناها الاي دي، ما ايه اللي بتا... لا مش هي حته ده، ما هو حضرتك امبورتنت اهو، امبورتنت اهو، امبورتنت اهو، يرجع لل يطبق والله انا عايق. يبقى تعالى نقول الترتيبات بتاعتنا، تعالى نقول الترتيبات، اقوى حاجه حاجه شغل امبورتنت، لا الامبورتنت دي حاجه بقى انا بستخدمها لو حابب اوفرلود. اول حاجه اللي هو مين؟ الله ينور عليكم، اللاين، بعد الاي دي، اي دي بعد الاي دي، الكلاس بعد الكلاس، بعد كده التاج، بعد كده دي مش اولويه ولا حاجه، لو انا حبيت اوفر رايد احب انا ازود من عند عايز دي تتطبق بعمل علامه مين؟ امبورتنت. امبورتنت هنا ليست خاصيه يعني ليست اولويه معايا، ولكن حاجه بقدر ايه؟ استثنيها. طيب حد كده مشاكل؟ في اولويه هقولها تاني قدام بس مش دلوقتي، اولويه الاب، ان انا ازاي لما سلكت الاليمنت من الاب ده اولويه تانية، بس سيب دول، لو انت فهمت دول اصعب حاجه، انا كنت ناوي اشرحهم نظري بس الحمد لله احنا شرحناهم عملي احسن، اصل لو شرحتهم نظري مش هتفهم،
لكن لازم كنت تجرب بايديك مره وبتنين. انا كنت ناوي اعمل ايه؟ كنت ناوي اتكلم اقول لك الاي دي اقوى والاكراس اقوى، ما كنتش هتفهم حاجه. لكن لما تتدرب قدامك عملي كده يبقى ايه؟ اه انست. فلما امسك الحاجه من اقوى. طيب لحد كده في مشاكل؟ ده كده بالنسبه لمين؟ دي بدايه كتابه كود سي اس اس. يعني النهارده بس اللي انا شرحته بقالي ساعه وساعتين هو ايه الاماكن اللي اكتب فيها سي اس اس، لكن انا ما شرحتش سي اس اس خالص. ايه الاماكن اللي اكتب فيها سي اس اس وازاي اكتب كود سي اس اس؟ عارف زي ايه؟ ده اول مره فتحنا في اتش تي ام ال فضلنا نقول ايه؟ نوت باد ونفتح نوت باد وايه؟ وفضلنا نكتب مع الباراجراف الباراجراف الباراجراف، فضلنا بتاع ساعتين نمسك تاجه بتاع فين؟ باراجراف بس. انا دلوقتي لحد الان هو عملت كده بس. نبدا بقى نشرح السي اس اس بدايه من دلوقتي اهو. خلاص؟ حاجه بسيطه خالص. انا شايف السي اس اس لسه هبدا اشرح السي اس اس دلوقتي اهو شويه. اول حاجه اشرحها عندي السي اس اس حاجه السي اس اس بدايته اول حاجه جابلنا حاجه اسمها كلر. نشرح مين؟ بعد الكلر بنشرح حاجه اسمها مين؟ باك جراوند كلر. وبعد الباك جراوند كلر نشرح حاجه اسمها باك جراوند ايمج. بعد الباك جراوند ايمج التعامل مع النصوص التكست الفونتات الستايلز بتاع الفونتس الفورمات بتاع الفونت. تمام؟ ازاي اخلي التكست يتغير شكله لونه كذا كذا، الشكل بتاعه الفونت الستايل بتاعه السايز بتاعه اللي هو الحجم يبقى شكل بولد ايتاليك اللي هو شويه حاجات في الفونت. وبعد الفونت بناخد حاجه اسمها بوكس موديل. بوكس موديل اللي هي حاجه اسمها بادنج، حاجه اسمها مارجن، حاجه اسمها بوردر. بعد كده هنشوف هنكمل ايه طريقنا ازاي. تمام؟ الكلام ده كله اصلا موجود في الكي بي اي. لو انت حابب تذاكر وتحضر يا سلام، لو واحد يجي محضر كده ومذاكر يبقى جاي بس هنا جاي مش جاي يسال على اسئله واقفه معاه يقول انا باشمهندس كنت بجرب كذا كنت بعمل كذا عندي مشكله في كذا. فده كويس. وخلي بالك في ملحوظه يا شباب، الناس اللي ما عندهاش باك جراوند، الناس اللي عندها باك جراوند بداوا يملوا مننا. فبالله عليكم يعني احنا بقى لنا محاضره اتنين، احنا دي ثالث محاضره مع بعض، بقى لنا مع بعض حوالي دلوقتي 18 ساعة مع بعض قاعدين نتكلم مع بعض. يعني المفروض يعني المفروض يبقى أول محاضرة غير ثاني محاضرة غير ثالث محاضرة غير رابع محاضرة. يعني أنا عشمان المرة الجاية يبقى ألاقي ناس مختلفة، مش مختلفة إن أنتوا ما تجوش. ناس مختلفة أنتوا نفسكم بس مختلفين شوية. خلاص؟ فبالله عليك كل يوم كده 3 ساعات. أنا طلب منك 7 محاضرات ويمكن قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، 7 محاضرات. عدى من السبع محاضرات 2، يبقى المحاضرة دي ومعاها تاني كمان 4، يعني قعدت 5 محاضرات. مش عايزك تذاكر بعد كده تاني 5 محاضرات. يعني ابدأ ذاكر لي ال7 محاضرات دول مذاكرة صح كل يوم 3 ساعات من 3 لـ 5. اللي عنده وقت ذاكر 5، اللي عنده ما عندوش وقت 3 ساعات. لو انت كل يوم بتذاكر 3 ساعات والله العظيم انا بعد كده مش عايزك تذاكر تاني، انا عايزك بس بعد كده تحضر بس المحاضرة بس. لأن بعد كده هنلاقي الكلام ايه؟ نقول زي ما كنا بنعمل في الصورة، زي ما كنا بنعمل لينك، زي مش احنا لما كنا عاملين الصورة جينا لما نربط السي اس اس كنت بقول لك زي ما نعمل الصوره. احنا لما نيجي نكتب جافا سكريبت اقول لك زي ما كنا بنعمل، زي ما كنا بنعمل. فبالله عليك 7 محاضرات مطلوب منك 7 محاضرات، عدى منهم 2 يعني قعد 5. لو انت كنت مذاكر الاثنين اصلا، لو انت ما كنتش مذاكر الاثنين يبقى لسه قاعد ايه؟ السبعه. خلاص؟ والمره الجايه لو جيت وما ذاكرتش اي حاجه يبقى لسه فاضلين السبعه، ولو وصلنا للسبعه وانت ما ذاكرتش حاجه برضه لسه فاضلين ايه؟ السبعه. هتبدا بقى تاخد كورس ثاني جديد. خلاص؟ يعني تبدا بقى السنه الجايه وكده تيجي لنا على خير. خلاص؟ طيب تعال نشرح كلر. الكلر عشان نعمل كلر للحاجه عندي ديف اهو عشان نديها كلر. الكلر عشان تديها كلر يا اما اشرح الكلر بس امسح ده كله امسح ده كله اشرح الكلر. عشان تدي كلر لحاجه يا اما بالنيم باي مين باي نيم. عشان ندي كلر يا اما بايه؟ بالنيم. يعني كلر ريد كلر جرين كلر زي اللي انتوا شفتوه دلوقتي. يا اما حاجه اسمها ار جي بي، يا اما حاجه اسمها جي بي اي، يا اما حاجه اسمها هكسا ديسمال. تمام؟ يا اما حاجه اسمها جريديانت. يعني عشان تدي لون معاك الاوبشنز دي كلها اهو، يا اما بالنيم يا اما ار جي بي يا اما هكسا يا اما مين؟ جريديانت. ايه بالنيم دي يا باشمهندس؟ قال عندي ديف. تعالى ادي الديف دي كلاس اسمه مين؟ بوكس.
ازاي انادي على البوكس ده واقول له هنا مين ستايل، واقول له هنا دوت مين دوت بوكس. المفروض انت بقى في ملف خارجي، ده الصح ان انت تكتب في ملف ايه خارجي دوت بوكس. ندي له هنا كولر، عشان تدي له كولر تقول له كولر، تدي له هنا باللون، لون جرين، لون ايه جرين كده. انت عملت باللون كده، باللون بالنيم. في حاجه بقى اسمها ار جي بي، ار جي بي تقول له كولر، بدل ما تقول له كده بتقول له حاجه اسمها مين، بتقول له ار جي بي. دي فانكشن كده بتاخد منك ثلاث قيم، القيمه الاولانيه، القيمه الثانيه، القيمه الثالثه. القيمه الاولانيه للار اللي هو الريد، القيمه الثانيه للجرين، القيمه الثانيه لمين للبلو. يعني نسبه الجرين ايه؟ اهو لما تكتب ار جي بي يقول لك الريد كام. انت الريد هنا اي لون، اي لون في الدنيا يتكون من ثلاث الوان دول، حتى الابيض حتى الاسود. نسبه الريد ونسبه الجرين ونسبه مين البلو، ده الالوان بتاعتي. تمام، اي لون في الدنيا يتكون مزيج من الثلاث الوان دول. لو انا قلت له هنا نسبه الريد تقدر تكتب من 0 لحد 255، اخرك 255. ولو كتبت هنا 0 وهنا 0 فكاني بقول له حط لي درجه الريد اعلى حاجه 255، اما نسبه البلو صفر، اما نسبه الجرين صفر. طب لو انا قلت له 255 و 255 يا عم يلا 255 و255 و255 يديك على طول اللون الابيض اللي انت زودت 255 هنا و255 هنا، فكده يديك اللون ايه؟ لو انت اعطيته نسبه هنا 0 وهنا 0 وهنا 0 يديك اللون ايه؟ الاسود. لكن ممكن اقول له هنا 100 برضه عادي 100، وادي له هنا مثلا 10، وادي له هنا مثلا 50. تقدر تعمل تبديل وتوفيق باللون بنسب لا نهائي، عدد لا نهائي، عشان يديك اللون ده. بالنسبه للار جي بي بي، وممكن كمان تدي باك جراوند برضه بالار جي بي، باك جراوند كلر تقول له ار جي بي، وتروح تقول له هنا نسبه البلو وليكن 100، وهنا 100، وهنا مثلا 200. ده نسبه ايه؟ الباك جراوند. فالباك جراوند ممكن اديها بيها بالار جي بي، صح؟ طيب في حاجه اسمها ار جي بي اي، حاجه اسمها ار جي بي اي. يعني ايه ار جي بي اي؟ باك جراوند كولر، رحت قلت له ريد، ده بالنيم صح؟ شايفين النيم؟ اللون الاحمر اهو، تقدر تقول له ار جي بي، ار جي بي. بس هنا هتدي له صفر مثلا، صفر وهنا صفر، وهنا هتدي له 255، المفروض ده لونه احمر عادي اللي هو العادي اللي هو كنت مختاره. في حاجه بقى اسمها ار جي بي، ار جي بي اي. ار جي بي اي ما بتاخدش ثلاث قيم، ده بتاخد اربع قيم، واحده للار، واحده للجي، واحده للبي، واحده للاوباسيتي. الشفافيه، يعني انا عايز اللون احمر بس خفيف شويه، احمر غامق، احمر فاتح، احمر كذا. فبتيجي نقول له نسبه الشفافيه، نسبه الشفافيه بتاعتك بتبدا من زيرو لحد واحد، تبدا من زيرو لحد ايه؟ لكن التانيين من زيرو ل 205 واحد، ده اعلى الشفافيه. لكن يعني كده اعلى حاجه، اعلى نسبه الاحمر. لو انا قلت له هنا زيرو اقل نسبه من الاحمر، ان هو اللي هو ما فيش فيه، لكن اقول له 0.5، يعني 0.5 اللي هو ايه؟ يعني احمر، بس احمر على ايه؟ هادي شويه. ممكن النص ده يقل شويه، اقول له 3 من 10، 3 من 10 اللي هو نسبه شفافيه اعلى اقل سن. لحد كده في مشكل؟ طيب ده بالنسبه للار جي بي، يبقى باللون بالاسم، يا اما بقى ار جي بي، يا اما ار جي بي ايه؟ مش هتحفظ الحاجات دي كلها، ليه؟ انت مجرد ما تيجي تجرب الماوس ده كده، بص بيديك اللون، تقدر تختار اهو، هو بيديك النسبه ويبدا ايه؟ يتعامل معاك على ان انت تختار من الحاجه دي. طيب اهو ده الهكسا، لسه هناخده دلوقتي اهو الهكسا حالا. طيب الهكسا ديسمال بقى، الهكسا ديسمال، الهكسا بقى في حاجه احنا قلنا بالار بالنيم، بالار جي بي، بالار جي بي ايه؟ بالهكسا. الهكسا، الهكسا ديسمال اللي هو الرقم الهكسا، الرقم السداسي السادس عشر، الرقم العشري اللي هو من 1 ل 9، الرقم السادس عشر
من 1 ل 9 وبعد كده A B C D E F. حد عارف الكلام ده ولا ايه؟ طيب الرقم الثنائي اللي هو باينري سيستم من 0 1، احنا عندنا الهكسا ديسيمال من 1 من 0 ل 9، بعد كده تقلب على A B C D E F. F يعني 15 تمام، A يعني 10، هنفهم حاجه ليه؟ طيب فانت تقدر تكتب هنا هكسا ديسيمال، بس يسبق قبل الهكسا ديسيمال علامه الشباك، علامه الهاش دي، تكتب 0 0 0 0 0 0 0 ست ارقام، ست ارقام يديك الهكسا ديسيمال. 0 0 0 0 ده اجل حاجه اللي هو الاسود، الباك جراوند اللي لونه ايه؟ اسود، بس عشان اللون اسود والبتاع اسود في شبه مع بعض. لو انا قلت له اف 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 6 اف ياخد اللون ايه دلوقتي؟ الابيض، لان اعلى ايه؟ اعلى حاجه صح؟ حلو جدا. هو 6 بس. طيب جالك لو اف 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 6 دول، او خلينا في الاسود، الاسود اللي هو كان كام؟ اي حاجه 1 2 اي 1 2 اي الشكل ده 6 قيم اهو، اي 3 قيم، اي 6 قيم يبدا ايه؟ بيقول لك لو لو لو, لو انت عندك اي 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 2 اي اي 2 اي اي 2 اي، لو الثلاث لو الثلاث ارقام لو الثلاث ارقام الاولانيين زي الثلاث ارقام التانيين، يقول لك تقدر تستغنى عن الثلاث ارقام التانيين، يعني بدل ما تكررهم A2A هي A2A اهو بالشكل ده لونه غير. لا بس انا بس عشان انا قاعد اغير في حاجات، بص كده F F F A A A B B B صح كده؟ اه بص كده، لو انا عندي هنا اللون ده اهو، شايفين اللون؟ بيقول لي لو الاثنين الرقمين اللي جنب بعض، انا اسف، لو الرقمين اللي جنب بعض شبه بعض ممكن تستكفى عن واحد فيهم، يعني بي 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 المفروض تستكفي ايه؟ بي واحد. طيب ايه ايه تستكفى عن ايه؟ والاف يبقى اف اي بي هي هي إيه نفس ايه؟ اللون. فانت ممكن الاكس لسه ما تلاقيهم ثلاث ارقام او تلاقيهم ست ايه؟ ارقام، حد فاهم ايه؟ تمام ولا ايه؟ انت كده كده مش هتكتب اكس ديسيمال، انت هتجرب هتعمل كده. طيب ده بالنسبه للاكس ديسيمال عندنا. طب الالوان دي اجيبها منين يا باشمهندس؟ مش هتحفظ الوان ولا حاجه، في مواقع كتير جدا بتعمل الكلام ده، في حاجه اسمها كلر يو اي او يو اي كلر، حاجه اسمها مين؟ حد يسمع عن اليو اي كلر؟ موقع كده بتجيب منه ايه؟ لا مش شغال، شغال عندك؟ خلينا في حاجتنا احنا بقى، احفظ المواقع دي عشان هي هتستفيد منها. يو اي كولر، يو اي كولر موقع كده تقدر تاخد اللون من عليه، اخترت البليتة دي كوبي، اول ما ادوس على كوبي انا خدت اللون ده، وتعال نحطه ايه عندنا دلوقتي على طول، يبقى بالهكسا ولا بالار جي بي؟ هكسا. خلاص انت خلاص عرفت يعني ايه هكسا، خلاص على الباك جراوند بقى. طب عايز اجيب لون للخط ولا ممكن اجيب ده؟ بص خط كوبي واجي اقول له هنا مين؟ هو بيديك الوان محترمه اهي كلر، اقول له ايه؟ ادي الكلر اهو، فبالحاجه بتاعتي اهي عملت ريفريش، ادي ايه؟ اخترت لون حلو، باك جراوند كويسه، حاجه محترمه، عملت الكلام ده كله. ده بالنسبه لليو اي كلر. في الباشمهندس جالي على موقع تاني اهو غير اليو اي كلر، اسمه ايه باشمهندس؟ كلر ايه؟ كلر هانت. كلر هانت ده موقع برضو بتقدر تجيب من عليه باليتات الوان اهو، باليتات الوان، وليكن مثلا ايه؟ مثلا عايز ده، بقف عليه كده هو خد كوبي اصلا، لما ضغطت عليه خدت كوبي، فلما تيجي هنا تقول له ايه؟ اهو ده خدت كوبي صح كده، فلما احط الكود ده عندي اهو هتقول لي برضو مين؟ بالهكسا، بس جاب له كلمه شباك، والمفروض كان يجيبه لي معايا، بس اهو مش مشكله، خدت الكود اهو وجيت هنا عملت ايه؟ ريفريش هانت كولر. في مواقع كتيره جدا بتقدر تجيب لك ايه؟ الالوان. حد انا مش فاكر كده، يبقى انا عشان اجيب الوان كذا.
اسمه ايه؟ طب معلش انا هاخد بس اللينك ده عندي احطه لكم في ريفرنس كده، في ريفرنس، بحيث ان انت ترجع للكلام ده في الريفرنس بتاعكم اهو. 8.2 ايه النيو فولدرات دي كلها. هعمل هنا كده فولدر كده اسمه اكسل، ده ار اي اف ريفرنس، يعني ريفرنس ليكم اهو. حط هنا كده، ادي الاولاني، الثاني اللي هو اليو اي كولر اهو، الثاني بعد اذنك مش اسمه ايه؟ دريبل. دريبل كولر. فين اكتب؟ دي ممكن بجد المفروض بقى هو البروجكت بيبقى موجود فيه، هو لما انا مثلا في كل بروجكت بيقوموا حاطين فيه الكود بتاع الالوان اللي هو اشتغل بيها على البروجكت ده. حلو جدا، اخش عليه اهو. يوزر نيم بلانك ان ده عايزني كونفيرم كمان، مش هيدخلني غير لما كونفيرم يجي لي رساله هناك طب لو انا دخلت مش هيظبطني اي حاجه ولا اي حاجه، حتى تيست كده ولا ديمو ولا اي حاجه؟ انا مش عارف اعمل حساب دلوقتي صح؟ طب ناخد اللينك بتاعه وانتوا في البيت مش اسمه ايه؟ دريبل اهو اهو، خش عليه كده. ادي ايه؟ هتخش هنا تسيرش وجرب اعمل حساب. انا كنت بس عايزين نشوفه مع بعض، بس ان احنا ايه، تخش تشوف الديزاين واخش اشوف الالوان اللي جواها صح؟ تمام، حلو جدا. طيب ده بالنسبة لي أقرب. في ايه تاني موقع؟ بص بقى، في بقى تولز اديها لكم اهي. في بقى تولز بقى لو انت بتجلد موقع زي دبليو سي سكول مثلا، او موقع انت عايز تعمل حاجة زيه از تاسك يعني، فعايز الالوان دي، انت ممكن تعمل انسبكت اليمنت وتاخدها. تمام، احيانا انت عايز تسرع، في تولز بتسطبها في كروم اسمها كولر زيلا، كولر زيلا ده اكستنشن في كروم، اكستنشن في كروم يعني تظهر لك هنا كده اهو كولر زيلا. انا طبعا مسطبها، لو انت مش مسطبها هيقول لك هنا اد تو كولر، اد تو كروم، فتقدر بص هيقول ايه انستول كولر زيلا، فانت اول ما تدوس انستول هنا تتسطب ايه الكولر زيلا عندك، تظهر لك هنا زي ما موجوده ايه. انا عندي موجوده، فلو انت مش عندك هيقول لك ايه اضافه الى كروم، انا هتقول لي ازاله من ايه، من كروم. دي تعمل لك ايه بقى؟ لو انت فاتح الويب سايت، فاتح الويب سايت بتاعك اللي انت عايز تجربه، يظهر لك هنا في حاجه اسمها زي كولر زيلا اهي اللي هي موجوده اهي فوق، تضغط عليها تقول له ايه بيك كولر، بيك كولر او تيك كولر فين اهو، بيك كولر فروم بيج اهو، تقف على اللون، اللون اللي انت عايز تاخده ما هو ليكن ده اهو، اول ما تضغط عليه صح كده خده. ابقى معاك كوبي اهو، تقدر تروح تقول له ايه والله ادي اللون ده بقى معايا اهو، خد اللون ايه اللي انا كنت ايه اللي انا علمته. فلو انت بتجلد سايت ولا حاجه تقدر تجيب ايه اللون بتاعه، فاكستنشن اسمها كلر مين زي اللي سطبها عندك في كروم، بحيث ان تظهر معاك كده. اكستنشن دي شايف زي ايه؟ زي مثلا انا عايز اخد برنت سكرين للموقع ده، بص بص الموقع ده انت لو انت حبيت توري العميل برنت سكرين الموقع، مش هتديله الكود، انت عايز تاخد له صوره، فبتاخد الصوره ازاي انتوا؟ في بتعمل بتاخد سنابت كده وبرنت سكرين صح؟ بس البرنت سكرين دي بتاخد لك اخرك كام؟
اخرك لحد هنا، فتفضل تاخد صوره صوره صوره. طب الموقع بتاعك في حاجات كتير، انت عايز الصوره بتاعتك تشيل ايه؟ شال ده كله. ففي اكستنشن اسمها فول سكرين، هي اللي انا بتطبع دي اسمها فول بيج سكرين، ده اكستنشن برضو لسه انا شارحها قدام، بس لو انت عايز تعملها من دلوقتي فول بيج سكرين كابتشر، ده اكستنشن في كروم. اقول له اضافه طبعا عشان انا ضايفها، فيقول لي ازاله دلوقتي، يعني اهو فول سكرين تو كروم، اهو اهو كروم. فانا مسطبها اصلا، هيقول لي ازاله ريموف فروم ايه كروم، انت لسه مسطبها، تقول له اضافه لمين؟ لكروم، لازم يبقى عندك نت. طب دي تعمل ايه؟ شايف الويب سايت ده؟ عايز اخد منه صوره، شايف الاكستنشن اللي ظهرت دي؟ اهي اسمها ايه؟ فول بيج سكرين، اضغط عليها. انا هو قاعد ياخد برنت سكرين اهو للواقع كله، خد له لقطه، طلع اللقطه، ادي الصوره بتاعتك اهي. ده احيانا كده لما تيجي تروح على جوجل او الصور بتاع جوجل، تلاقي الويب سايت بتاخد صوره زي كده، تقدر تقول له ايه؟ سيف كنترول اس، احفظ بقى الصوره دي، احفظ لك الصوره دي في ديسكتوب مثلا، مش مشكله اهو. دي لما اجي افتحها كده ارفعها، العميل يشوفها كده بس، هذا الويب سايت بتاعه تمام الشكل ده اهو اهو، يبدا يزوم عليها. ده الويب سايت ايه؟ كسكرين كامله للويب سايت. هتفهم حاجه ولا ايه؟ ده اكستنشن لو انت حبيت تسطبها من دلوقتي تسطبها، بس احنا كده كده هنذكرها قدام تمام كده يا شباب، عشان لما اجي اقول مثلا الناس ايه تاخد برنت سكرين من شغلها، تبدا تعمل ايه؟ برنت سكرين من الشغل بتاعها يعني. خلاص حاجه مش كده يا شباب. طيب انا مش عايز اشرح حاجه تاني علشان الناس ما تحسش بملل وتعب، والناس ما خدناش حاجه، احنا خدنا شويه ال HTML الصغيرين، وخدنا ايه اللي هو بدايه السي اس اس. المره الجايه نبدا نشرح سي اس اس بقى ان شاء الله، من اهم المحاضرات المره الجايه بالعكس، بس المره دي لو انت مذاكر اللي انا عملته ده، ما فيش حاجه جديده، مش حاجه جديده، اصعب حاجه في السي اس اس اللي انت خدته، يعني ايه بريوريتي، يعني ايه كلاس، يعني ايه اي دي، يعني ايه تاجه، يعني ايه كلر، بس شويه حاجات كده بسيطه هيجوا لنا معانا زي الكانفاس، زي التاجات اللي هتتذكر في الاتش تي ام ال، فبس كده خلص تمام. مفيش حاجات صغيرين كده محتاج اقولهم، بس مش عايز اقولهم في اخر اليوم اللي هو ايه تمل عليهم. طيب بروجريس، بروجريس انت تبقى تعمل بروجريس كده، تاجه كده اسمها بروجريس، بس ما تذكرتش عنها حاجه، لكن البروجريس دي هنبدا نعمل ايه؟ نعمل تلوين ليها، شكل ليها، يعني في شويه تاجات كتير جدا انا ما رضيتش اذكرهم كترتيب بس. طيب صلى على سلام، في موقع جميل كده اسمه ان سبلاش، خد المواقع دي المراجعه دي ان سبلاش، ده نزل عليه الصور بقى، الصور بقى عليه جوده عاليه، حاجه ايه جميله جدا تمام. بص ادي الصوره، شوف الصوره مهما تعمل لها زوم مفيش بكسله، ده كحاجه كده اهو. لو تعمل ويب سايت شوف الصوره واضحه، يعني مثلا تعالى شوف الصوره مثلا ايه، يمكن اي حاجه تمام اهو، شايف الصورة مهما تنزلها ومهما تعملها مفيش بكسلة. ان سبلاش بتشوف انت الحاجة اللي انت شغال فيه، شغال مثلا على بيوتي، بيوتي سنتر مثلا اهو ان سبلاش تمام، او شغال على مول مثلا، فانت بتجيب صورة خاصة للفيلد اللي انت شغال عليه. ولكن شغال حاجة اسمها ايه، شغالين مثلا سكول، موقع للمدارس والكلام ده كله، فدور على الفيلد اللي انا جايبه اهو، وادي مثلا كتاب مثلا، اجيب الصوره دي واقول له ايه سيف ايمج اس، وابدا انزل الصوره دي واحطها عندي ايه الويب سايت. الصوره دي بتبقى جودتها عاليه جدا. عايز صوره عن بوي مثلا، اتفضل انت بعد كده لو حبيت تقصها لحاجه تجود معاك، يعني لو انت حبيت تقص الصوره ده لحاجه مفيش مشكله اهو، شوف الحاجة اللي أنت عايز تنزلها تلاقي الصورة إيه بالجودة العالية. حاجة اسمها أون سبلاش، احفظه كده أون سبلاش، هحط لك اللينك بتاعه لو أنت حبيت تتعامل مع الصور. طيب حاجة سريعة كده أشرحها على السريع، يعني هي مش شرح زي السلكت كده المرة اللي فاتت. شايفين الدف دي؟ كنت بديها باك جراوند كلر صح؟ في حاجة اسمها باك جراوند كلر صح؟ ما هي الكلر زي الباك جراوند كلر، بس الباك جراوند اللي هو الخلفية إيه؟ الورا صح؟ باك جراوند ار جي بي، واديها اللون بتاعي صح؟ طب لو انا عايز اديها صوره، في حاجه اسمها باك جراوند ايمج، باك جراوند ايه؟ بديله يو ار ال وادي له هنا مين؟ الباص بتاع الصوره، يعني انا بقول له باك جراوند ايمج وادي له هنا مين؟
اليو ار ال هنا بين دبل كوتيشن يديله الصوره بتاعتي، وليكن الصوره بتاعتي اللي هي الصوره اللي انا نزلتها دي اللي هي دي، هناخدها ونحطها في السايت بتاعنا. مش نازله جي بي ان جي ليه؟ اهو تعال ننزل الصوره دي، اقول له سيف ايمج اس، سيف ايمج اس داونلود فري، داونلود فري. واحملها فين بقى دي؟ هو يحملها كده ولا ايه الدنيا؟ لا ما انا عايز اعرف ليه عامل له بلوك اللاو. ماشي بدأت تتحمل اهي، كان كروم هو عامل له بلوك هنا، رحت قلت له الاو، شاف الصوره الجوده بتاعتها كبيره، المساحه بتاعتها كبيره لان عشان ما تبكسلش معايا، فبدأت ان انا اعمل ايه؟ داونلود للصوره دي. تمام؟ انا عايز الصوره دي احطها هي الباك جراوند، كل اللي اعمله هكتب باك جراوند ايمج واكتب يو ار ال اخد الصوره دي، الصوره لازم تتحط جنب الملف او في فولدر جنب الملف، انا عايز احطها في فولدر جنب الملف، فاعمل ايه؟ الفيل اكسبلورر وابدا اروح لايه؟ المكان بتاعي هنا اهو فيل اكسبلورر. هو في حاجة حصلت غريبة. فيل اكسبلورر. يا عم. لا ده الجهاز. الجهاز عندنا. الجهاز عندي عشان الريكورد ده كله بيتحافظ على الـ على السي، فبدأ ايه؟ طيب المهم ان انا تعالى احط ناخد صوره من الصور اللي عندنا، ما انا عندي صور في فولدر اسمه ايمجز، مش احنا كنا جايبين صور اسمها ايمجز؟ طيب هقول له هنا دي 11، قلت له باك جراوند ايمج، قلت له يو ار ال، وتعالى نقول له خش جوه مين؟ جوه ايمجز، وخد مين؟ سلاش اللي هي الصوره رقم مين؟ اتنين دي. فلما اجي افتح الصفحه كده شايف الصوره اهي، بس ظاهر منها جزء صغير خالص، فانت تقدر تقول له ايه؟ باك جراوند سايز، باك جراوند ايه؟ تقدر تقول له كفر، كفر انا اعرفها قدام المره الجايه ان شاء الله، كفر ده لك ايه؟ يجيب لك الصوره بالشكل ده. تمام؟ بالشكل ده. لو انا كنت كاتب بس في الدفايه دي كلام كتير هتعرف ان الصوره لازم، يبقى لو عايز احط صوره بقول له باك جراوند ايه؟ ايمج. حطيتها خصيصا اسمها مين؟ كفر بالشكل ده. او ممكن بدل كفر باك جراوند سايز اروح اقول له 100%. 100% يعني يظهر الصوره كامله يعني. 100% 100% الويتس 100% والهايت 100%. الويتس 100% والهايت ايه؟ في 100% بالشكل ده. من الاب، انا اعرف من الاب، من الاب نفسه، من الدفايه كامله. طيب هنا كده باك جراوند ايمج. طيب ده انا عايز ادي للبادي صوره اعملها ازاي دي؟ اقول له مين؟ بادي ازاي ادي صوره؟ باك جراوند ايه؟ باك جراوند ايمج، اقول له انا مين؟ يو ار ال، وافتح بالدبل كوتيشن اقول له خش جوه مين؟ ايمج سلاش الايمج سلاش خد الصوره رقم 4 دي. فاللي هيحصل البادي واخد باك جراوند ورا خالص خلاص. طبعا هنبدا نظبط الباك جراوند ايمج والكلام ده كله المره الجايه، لان انا كتبت الكلام ده لو حد عايز يحضر، يعني لو حد عايز يجرب باك جراوند وكده ابدا ايه، اعمل اي حاجه اي حاجه، واحنا هنيجي نشرح المره الجايه زي السيلكت كده انا ذكرتها، بس جيت شرحتها المره دي.